هذا هو يا شباب، هذا هو. توقف وقف خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. ياسين. يا مر. يا مرحبا، حياك الله وعز من جاء. منين جاي ياسين؟ من المغرب. من المغرب؟ من متى مشيت من المغرب؟ 2017، 4 سنين له. لك 4 سنين تمشي من المغرب؟ يا مرحبا يا. وشو له جاي من المغرب؟ جايين على دراجة صح؟ والله مشي وبسكليت. مشي؟ وشو له جاي؟ والله مشيت من المغرب على رجولي وبسكليت. كم لك تمشي؟ 4 سنين له. على رجولك؟ على رجولي. أيوه. من مكة عشان أحج إن شاء الله. جاي من المغرب 4 سنوات علشان مكة تحج. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. انت تعنيت لنا وحنا جينك الحين من القصيم متعنين عشانك. والله العظيم بالله انت ضيفنا وضيف الله. كل بيت في السعوديه. شكرا لك. وترانا فرحانين بك وعز من جاء. الله يعطيك الصحه يا بعد راسي. من انت رايح الحين؟ والله شرف لي، رايح الخيمه عندي. الخيمه؟ يلا احنا بنروح معك الخيمه. يلا خلنا نزل الدراجه بنشيلها معنا. انا طلب. لا أنا لا لا، هالمره خل هالمره اركب معنا بالسياره. بارك الله فيك. انا طلبك. يلا انزل. يلا بسم الله بسم الله. نروح الخيمه سوا. الله شرف لنا يا بعد راسي، احنا اللي متشرفين جايين والله من القصيم علشانك. الله يحييك والله، بارك الله فيك. يا بعد راسي القصيم بعيد لكن انت تستاهل، تستاهل انت يا تاج راسي. اركب تفضل، شيل شيل. يلا يلا انت ضيفنا طال عمرك وابشر بكل ما يسرك. يا مرحبا. شطتك ثقيلة ما شاء الله، فيها كل شيء. ها 26 كيلو وزنها. ما شاء الله. يلا يلا بركب بركب بركب. هذه ياسين، هذه الخيمة حقتي. ما شاء الله ما شاء الله. هذه هنا تنام جالسين ومستقر هنا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سيكلك واغراضك. الحمد لله. تنام هنا؟ انام هنا. ما شاء الله، شلون تدخل يا ياسين؟ والله انام اوريك شوف. ما شاء الله، في كتب. في كتب. ها كاميرا، واحد كتاب عن الموروث الشعبي. ما شاء الله. لا لا، الطين فيها مشغلك الطين يا ياسين. متاخر امبارح. اي امطار. ما شاء الله ما شاء الله، انت في ابها ما شاء الله، استقرت في ابها. وهذه اغراض الطبخ. الطبخ وغاز مويه كل شيء. كل شيء في الخيمه. شيء موجود. ما شاء الله عليك. طيب انت ليش استقريت في ابها؟ والله الدوله هالسنه عشان صحتنا لان كورونا. إيه؟ فالحج عدد محدود. إيه؟ فقلت اجي الجنوب هنا استمتع لان الجو جميل جدا. ما شاء الله والله. اعجبتك السعوديه؟ جميل، ما توقعت انها تكون هكذا. ما شاء الله. والله اقول لك صراحه. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. والحج السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. باذن الله باذن الله. يا رب. لا لا، ابشر بكل ما يسرك. ان شاء الله. انت جيت هنا مملكه الانسانيه. الله يسعدك. وتراك في كل بيت سعودي ضيف عندنا. الله يسعدك والله، انا عشت هذا كل يوم في المملكه. الله مساك والله بالخير يا شباب. هلا بخالد. حياك ابو ملفي. رجال يد فورته. ايه خيمه. ايه له كرفان اقامه طول فتره بقائه بابحر. كفو. طول الايام. الله يجزيك. الله يجزيك. يلا جايينك جايينك يا ابو خالد. ولا من الكرفان. ياسين حبيبي. نعم حبيبي. بروح انت قهوه عزمينك، قهوتنا عصريه حلوه. عربيه عربيه. يلا يلا خالد. بيض الله وجهك، علمك غانم، والله ما هي بغريبتن عليك. ياسين ياسين تعال القهوة هنا. ياسين تعال هنا 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 بدون السيكل، تعال سريع يا ياسين. الله يبيض وجهك. تفضل تفضل، القهوة هنا تفضل. علمه ابو خالد تفضل. يا مرحبا يا مرحبا. السلام عليكم. سلام. هلا وسهلا. تقهوى قهوة قهوة. حياك الله. مبارك الثاني. ربي يخليك. وهذا الكرفان اللي تشوف بارك الله ترى لك طول مده اقامتك. تستاهل 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 تستاهل. ما عاد هذا بلدك الثاني. حياك الله. والله نعم ابو خالد. والله ما اعرف كيف اشكرك. غريبه عليك. ما اعرف كيف اشكركم. يا بعد راسي انت اللي بيض الله وجهك ومنك خليتني نكرم طال عمرك. الله يخجلتموني. جيب الخيمة. يا بعد راسي جيب الخيمة ولا عاد في طين ونم هنا. ها شوف شوف الغرفة شوف الغرفة. يا بعد ما احتاج انت انت جاي في بلدك الثاني. والله خجلتني بارك الله فيك. يا بعد راسي يا ياسين. يبارك بعمرك. الكرفان حتى مطبخك موجود، تطبخ وتسوي. لازم قهوه عربيه تسوي ضروري. انت متى مشيت من المغرب؟ بديت 2017. شهر كم؟ شهر 1 يوم 22. ميلادي ميلادي. يعني لك 4 سنوات تقريبا. الا شهر تقريبا 4 سنوات.
طيب وش خلال الرحلة هذه وش صار؟ والله مريت 26 دولة في القارة الأفريقية، يعني المغرب، موريتانيا، السنغال، نزولين، جنوب أفريقيا، قطعت أفريقيا كلها تحرير. ومتى وصلت السعودية؟ والله قبل 7 شهور جيت للمملكة. إيه. وكنت مشيت من مكة للمدينة على رجلي، ولما وصلت مشيت مكة مدينة على رجلي على خط الحبيب الرسول عليه الصلاة والسلام. الهجرة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وصلت للمدينة جات كورونا، كنت ناوي تحج. كنت ناوي احج ولكن في خير السنه المقبله ان شاء الله. ابد كل امر الله خير ان شاء الله، والامور طيبه. لا تشيل هم ياسين. والله مستغرب ان مقطعك وصل لي المغرب عندنا، ما اعرف ما شاء الله من اللي يرسله. ولد خاله هو يرسل. أيوة. لي في الواتساب. شوف سبحان الله مرسل لك. وش يقول؟ فرحان. ايوه قال لي مستانس، قال لي حيصير مشهور ان شاء الله. هذا الوصل المغرب. والله انا نتشرف بكم بالمغرب كله. عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن ترى يتابعون الوطن العربي كله ما شاء الله. والله انا نتشرف بكم جميعا وجميع الدول العربيه. كل خير يا بعد راسي. الشباب يشلون وهو جالس يوثق يصور الشلات. عايش الجو. الدكتور جاء. عليكم السلام. يا مرحبا دكتور، حياك الله. أنا وسهلا. يصور ما هو بيمه. هاي وثقت ونزلت. تمام. انستغرام سناب شات. عبد الرحمن الحقيقة اللي جابنا بالسرعة هذه صراحة اللي شفناه في سنابك. أنت دائما سباق. فوي ونقدم مثل ما تقدمون من خير. الله يرفع قدرك. المفاجأة اللي أقول لك عليها أنا أخوي ياسين، إحنا متكفلين وحجة كاملة إن شاء الله. ما شاء الله 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 ما شاء الله. أنا قلت لك راح تحج إن شاء الله بإذن الله. والله إنه شيء بسيط صراحة اللي سواه. سرد الأمور اللي ساحب. سم. الرجال جاء هالحج هالسنة هذه وجت موضوع كورونا. أي. وعسى أن تكرهوا شيء فهو خير لكم. الدكتور عوض ما قصرت تكفل بحجه. أنا تشرف إني أتكفل بحج والدته معه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وحج والدته معه. أنا كذلك أتكفل بحج والده إذا هم إن شاء الله. والوالد. الوالد. ما شاء الله الوالد معك. ما شاء الله. معك ياسين كديرة. لا هذا لا كديرة. قولي لي يا عندي لك واحد خبر زوينة. ان شاء الله العام الجاي حجه ان شاء الله. انت ان شاء الله مجانا. انت انت والوالد. سعوديين. يا لك ان شاء الله فرحانه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فرحانه فرحانه. الله. هي شافت مكه قبل؟ لا عمرها ابدا. ان شاء الله ما تشوفها. توها صلاه العصر وقالت يا رب الشيء حجه ان شاء الله. والله الله ما شاء الله تو العصر. هي ما حجت قبل ابد. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله الحمد لله. ولدك الكبير ان شاء الله سعيد معكم باذن الله. كفو ابو خالد ما شاء الله. انت سعيد يجيبوا الحج ان شاء الله العام الجاي. سعيد يا ان شاء الله. صح. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مرسي يا خاله.